السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة. معكم مستر صبري ياسين، وهذه قناة سبيشال يوز تي وقناة الشباب المتميز. والحلقة إن شاء الله نشتغل مع بعض امتحان العام الماضي للقسم العلمي لعام 2021 الدور الأول. يا ريت على ما يخلص الانترو ما تقفلش علينا بضغط اللايك، ولو دي أول مرة تشوف القناة يشرفني اشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلك إشعارات بالحلقات الجاية إن شاء الله. ولو قدرت انك تدعم القناه بتحويل مبلغ مالي على رقم فودافون كاش الظاهر قدامك على الشاشه اكون ممتن جدا. استنوني بعد الانترو. ورجعت لكم مره ثانيه ويلا بينا نبدا. بسم الله، اول سؤال بيقول choose the correct answer from A B C or D. number 1 watching too much TV not me headaches all the time. الإجابة هتكون كلمة gives، لأن ده تعبير على بعضه اسمه gives me headache، يعني يصيبني بالصداع، يصيبني بالصداع. التعبير ده بياخد الفعل give. الجملة على بعضها معناها أن مشاهدة كثيرا جدا من التلفاز يصيبني بالصداع طول الوقت. bring ده فعل معناه يحضر، make يصنع، وtake يأخذ. رقم 2 no sooner not the medicine than he left. الإجابة هتكون had he taken، زمن الماضي التام وتكوين حالة سؤال، يعني مينفعش زمن الماضي التام ده اللي هو تكوين جملة خبرية، عشان no sooner لما بيبدأ بها الجملة بيأتي بعدها ترتيب حالة سؤال. والجملة معناها لم يكد أن أخذ دواءه حتى غادر، يعني خرج برا يعني. رقم 3 not only not the reports but he also leaked them to the press. نفس الكلام بينطبق على not only، ودي حالة من حالات الجرامر اسمها inversion، اللي هو بنبدل فيها الفعل مكان الفعل، بنعمل ترتيب حالة سؤال. لما not only بتيجي في اول الجملة بالشكل ده بيجي بعدها ترتيب حالة سؤال. طب انت هتاخد ايه ترتيب حالة سؤال؟ انت عندك كذا حاجة، عندك المضارع البسيط ده ترتيب حالة سؤال، وعندك الماضي البسيط ده ترتيب حالة سؤال. دي جملة خبرية مضارع تام مش هتنفع، ودي جملة ماضي تام برضو خبرية مش هتنفع. هتبص للسياق بتاعك هتلاقي عندك فعل ماضي في الناحية التانية اللي هو ليكت، يبقى انت هتختار ترتيب حالة سؤال في زمن الماضي عشان يبقى السياق واحد. والجملة معناها ليس فقط قام بسرقة التقارير ولكن ايضا قام بتسريبها الى الصحافة. المسألة اللي بعدها رقم 4 the government aims at setting up not European university in the new capital. الإجابة هتكون أداة التنكير A، لأن كلمة European بتبدأ بصوت ساكن حرف الـ U، فأنت بتقول A European university. مش هتنفع ذا لأن أنت بتتكلم عن جامعة أوروبية لسه دلوقتي ما تخصصتش، يعني هينشئوا جامعة أوروبية لسه، ما ينفعش أنك تعمل تخصيص في الجملة دي. المسألة اللي بعدها رقم 5 the money not in the robbery was never found. الإجابة the money stolen، اللي هو معناه المال المسروق في عملية السطو لم يتم إيجاده. stolen دي كان أصلها which was stolen، حذفنا which وحذفنا was لأن ده جملة وصل مبنية للمجهول، بتحذف الفعل، بتحذف ضمير الوصل، بتحذف الفعل المساعد، وتسيب التصريف الايه، تسيب التصريف الثالث. رقم 6 she estimated the cost of building a new villa. الإجابة هتكون كلمة cost، اللي هي بتيجي فعل بمعنى يكلف واسم بمعنى تكلفة، وهي هنا جاية نون مش جاية فعل، لأن جاي قبلها ذا وذا توضع قبل الأسماء. الجملة معناها ان هي حسبت وقدرت تكلفة بناء فيلا جديدة. هنا استميت فعل معناه يقدر او يحسب او يقيس. بقية الكلمات كلمة كوست نفس النطق مع كلمة كوست دي، ولكن دي معناها ساحل، ساحل البحر يعني. وبوست ده فعل معناه يتبجح او يتفاخر بي او يتباهى بي. والصفة منها كلمة اسمها بوستفول، اللي معناها متفاخر، شخص متفاخر يعني، او متبجح. في فعل شبهها اسمه بوست،
بوست ده فعل معناه يرفع ويزيد ويعزز، وبيجي اسم برضو معناه زيادة أو تعزيز أو رفع. خد بالك ما تتلخبطش بين بوست ده وبين بوست اللي هو ده، تلخبطش بينهم. توست الكلمة دي لها معنيين مختلفين عن بعض. أول معنى ليها بتيجي بمعنى خبز محمص، أو بتيجي بمعنى فعل بمعنى يحمص، يحمص خبز أو أي حاجة بتتحمص يعني. ده أول معنى. المعنى التاني بتيجي بمعنى نخب، أو فعل بمعنى يشرب نخب. إيه نخب ده؟ يعني مثلا لما بيجي أنت تشوفهم في الأفلام كده أقول لك تعال في صحة فلان، ده هو ده النخب بقى. عادة ما يكون المشروب بيكون خمرة. يعني لو قلت على سبيل المثال جملة بالشكل ده: Everyone stood up and toasted the bride and the groom. يعني كل الناس اللي كانت في حفل الزفاف وقفت وشربوا نخب العروسة والعريس. يعني كل واحد مسك كده الكأس بتاعته أو الكوباية بتاعته وقالوا في صحة العريس والعروسة أو مشاربين. ده معنى كلمة توست. رقم 7، نقط: his own company he took on many workers. الإجابة هتكون كلمة founding، وده اسمه جيرند فريز. founding أصل الفعل found معناه يؤسس أو ينشئ. ولما الجملة تبدأ بفيرب ing غالبا بتكون معناها because. فأنت الجملة دي كان أصلها إيه؟ أصلها كان because he found his own company، لأنه أنشأ الشركة بتاعته. he took on many workers، وظف. took on دي اللي هو الماضي بتاع فعل اسمه take on، ودي معناها يوظف. يبقى لأنه قام بتأسيس الشركة الخاصة به فقد قام بتوظيف كثيرا من العمال. قلنا ده اسمه ايه؟ اسمه جيرند فريز، من أنواع الفريزز. رقم 8، After my sister had graduated she looked not a job. طبعا الإجابة هتكون look for، اللي هو فعل معناه يبحث عن. والجملة معناها بعد ما أختي تخرجت من الكلية بتاعتها يعني بحثت عن وظيفة. look up لما بتيجي مع up معناها يبحث عن معلومة في مرجع أو قاموس. look at ينظر إلى، ولوك افتر معناها يعتني بي. رقم 9، مستر حسن اسكد هيز ستودنتس تو نوت كرييتيف سجستشن تو بريفنت بولوشن. الاجابه هتكون الفعل ميك، عشان بيجي مع كلمه سجستشن. ميك سجستشن معناها يقدم اقتراحات. والجمله معناها ان مستر حسن طلب من الطلاب بتوعه ان هم يقدموا اقتراحات ابداعيه ازاي نمنع التلوث. المسألة اللي بعدها رقم 10، I got a plumber not the pipe. القاعدة بتقول got لما بيجي بعدها مفعول عاقل بيجي بعدها تو زائد المصدر، يبقى نختار تو فيكس. والجملة معناها أنا جبت سباك يصلح الماسورة. رقم 11، All our valuable things are locked in a safe in our bedroom. The antonym of valuable is not. السؤال معناه كل الأشياء القيمة بتاعتنا محطوطة أو مقفول عليها في سيف. هنا معناها خزنة أو خزينة، مقفول عليها في خزنة في أوضة النوم بتاعتنا. مضاد كلمة valuable اللي معناها قيم أو ثمين أو ذو قيمة عالية. مضادها كلمة worthless اللي معناها تافه أو لا قيمة له. كلمة worthwhile دي معناها مفيد أو معناها مستحق للجهد المبذول. لما تيجي تتكلم عن حاجة وتقول والله تستحق الجهد اللي أنا بذلته عشانها تستخدم الصفة worthwhile. precious دي صفة معناها قيم أو ثمين، نفس معنى كلمة valuable. و unavailable دي صفة معناها غير متاح أو غير متوفر. رقم 12، it not that Sarah will break the record. الإجابة هتكون it is believed اللي هو شكل من أشكال المبني للمجهول. لما الجملة تبدأ بـ it بيجي بعدها تكوين مبني للمجهول،
مع أفعال القول والرأي والتفكير زي it is believed, it is thought, it is assumed, it is presumed وهكذا كل الأفعال دي، وبعدين بيجي ذات وبعدين بيجي جملة، والجملة معناها أنه يعتقد بأن سارة سوف تحطم الرقم القياسي. رقم 13 the dogs barked on seeing not on water. الإجابة هتكون themselves، عشان عندك the dogs كلمة جمع حتى لو كانت غير عاقل. اعرف ان انت لو العاقل او سوري لو غير العاقل مفرد، لو غير العاقل مفرد بتاخد itself، طب لو غير العاقل جمع بتاخد themselves. الجملة معناها ان الكلاب بارك ده فعل معناه ينبح، الكلاب بتنبح عندما ترى انفسها في الماء، يعني كأنها شايفة في المراية كلب اخر يعني. رقم 14 he has an assignment to do today, he has to finish this not on time. كلمة assignment اللي معناها مهمة او وظيفة معينة، ولما بتيجي لو انت بتتكلم عن الطلبة فبيبقى معناها واجب منزلي. فالجملة معناها ان هو عنده واجب محدده له المستر او المدرس ان هو يعمله النهاردة، فهو يجب ان ينتهي من التاسك. يعني ايه تاسك؟ نفس معنى كلمة assignment، معناها مهمة او وظيفة او واجب محدد. هو يقصد ان هو عاوز يجيب كلمة مشابهة لكلمة assignment اللي هي كلمة تاسك. purpose دي معناها غرض، كلمة draft معناها مسودة اولية، وكلمة recipe معناها وصفة طعام. رقم 15 which statement is structured correctly. الإجابة السليمة هي letter D أمير who is the half defender scored the winning goal. الإجابة طبعا احنا قلناها دي هتكون letter D. الأخطاء اللي موجودة عندك بقى في letter A، أمير مفروض دي جملة وصل، مفروض score دي بقى يكون فيها S لو هنعتبرها مضارع بسيط scores عشان أمير يعني هي، يبقى كده دي غلط. نفس الكلام موجود في ليتر سي برضو، يبقى دي غلط برضو. طيب الفعل مظبوط هنا في ليتر بي، امال الخطأ في اين؟ الخطأ في كلمة هوز اللي مفروض بيجي قبلها اسم وبعدها اسم، ده هو مش جاي قبلها اسم ولا بعد اسم، انت مفروض تستخدم هو از الذي هو، امير الذي هو. المسألة اللي بعدها رقم 16 the following line can be put in the not of a CV I enjoy meeting people from other countries I have traveled to Europe and Australia. الإجابة هتكون interests، لأن السؤال ده معناه إيه؟ بيقول السطر التالي يمكن أن يوضع في إيه؟ في السيرة الذاتية بتاعتك. لو أنت مقدم سيرة ذاتية، السطر ده اللي هيجي بين علامات التنصيص ده ممكن تحطه في أنه خانة؟ السطر ده بقى بيقول إيه؟ بيقول أنا أستمتع بمقابلة الناس من دول مختلفة، أنا سافرت إلى أوروبا أستراليا. دي بيعبر عن الانترستس اللي هي الاهتمامات او الهوايات. work experience معناها خبرة العمل، الجملة دي ملهاش علاقة بخبرة العمل، ولا hard skills المهارات الصعبة، ولا لها علاقة بالeducation اللي هو التعليم، دي ممكن تندرج تحت قائمة الاهتمامات. رقم 17 which sentence is punctuated correctly. الاجابة هتكون letter C be quiet please. عندك هنا بي اول حرف المفروض يبقى كابيتال، وهنا مفيش حاجه في اخر الجمله المفروض تحط فول ستوب، وليتر بي مفيش كوما قبل بليز، وليتر اي برضو مفيش كوما قبل بليز. المساله اللي بعدها رقم 18 last but not least we should do our best to spread awareness concerning the importance of this topic to achieve progress and welfare to do to our country Egypt. الجمله دي كلها على بعضها معناها ايه؟ أخيرا وليس آخرا ينبغي أن نبذل قصارى وسعينا لكي ننشر الوعي بخصوص concerning معناها بخصوص أو فيما يتعلق به أهمية الموضوع أن احنا نحقق التطور والتقدم والرفاهية لبلدنا العزيزة أو الغالية مصر. بقية السؤال بقى بيقول إيه؟ this sentence الجملة دي can be considered a or a not. الجملة دي ممكن تعتبر إيه؟ to an essay. الجملة دي ممكن تعتبر conclusion to an essay، خاتمة في المقال مش البادي، لأنه بيقول last but not least، يعني الجملة دي واضح كده من last
but not least ان دي تتقال في الاخر بتاع الكلام ولا introduction ولا start. المسألة اللي بعدها رقم 19. He didn't work hard thus he was fired. This shows. الإجابة هتكون result و thus معناها ولذلك بتساوي so وبيجي بعدها الايه؟ بيجي بعدها النتيجة. contrast التناقض cause السبب addition الإضافة. رقم 20. Which sentence is the best example of using enriched vocabulary for the word good؟ بيقول معنى السؤال أي من هذه الجمل فيها أفضل مثال على استخدام كلمة أكثر ثراء من معاني كلمة good. good طبعا عارفين معناها جيد. لو بصيت في معاني الجمل في أول جملة بيقول فيها إيه؟ بيقول the bus driver on route 11 has a decent driving record. يعني سائق الأوتوبيس في المسار 11 له سجل قيادة محترم. decent صفة معناها مناسب أو معقول أو لائق أو محتشم أو محترم، يعني قريبة في المعنى من كلمة جيد. رقم 2 بيقول what an excellent movie that was. يا له من فيلم ممتاز، أو ما يعني الفيلم ده كان ممتاز جدا. طبعا ده اسلوب تعجب. الجملة الثالثة بتقول she thought it was an okay idea to ride bikes to the store. الجملة بتقول هي اعتقدت انها كانت فكرة جيدة، okay فكرة لا بأس بها، okay من ضمن معنيها حسن او لا بأس به او مناسب، to ride bikes to the store ان هم يركبوا عجلة الى المحل او المتجر. لتر دي بيقول he thought the white car would be just fine، يعني هو اعتقد بأن العربية البيضة هتكون يعني مناسبة أو لا بأس بها. لو أنا عاوز استخدم لك جمل عشان أوضح لك الفرق، بالنسبة لكلمة okay اللي موجودة هنا، لو قلت مثلا if it's okay with you I'll come at about 7 PM. يعني لو هو الوقت مناسب معاك او لا بأس به عندك، يعني انا هجي لك على تقريبا الساعة 7. ده بالنسبة لكلمة okay. طيب بالنسبة لكلمة fine عارفين ان هي بتجي صفة بمعناها بخير او بصحة جيدة، لكن هنا معناها كاف او لا بأس به. لو قلت لك مثلا جملة على سبيل المثال بالشكل ده don't cook anything special. كمل تحت اهو. A sandwich will be fine. يعني ايه الجملة دي؟ يعني في حد كان ضيف عند حد فبيقول له ما تطبخيش حاجة خاصة او مميزة ليا، ساندويتش هيكون مناسب او لا بأس به او هيكون كافي. هنا فاين معناها كاف او لا بأس به. اكثر كلمة ثراء في الكلمات الثلاثة اللي هي كلمة decent اللي هي قلنا معناها مناسب او معقول، وكلمة okay اللي معناها برضو هنا مناسب او لا بأس به، نفس كلمة فاين، هتلاقي ان اكثر كلمة ثراء في المعنى لكلمة good هي كلمة excellent اللي معناها ايه؟ ممتاز. هي دي أكثر كلمة ثراء أو أكثر في المعنى من كلمة good، لكن بقية الكلمات كلها ممكن تكون قريبة منها في المعنى. رقم 21. The lion was caught under a net. His paws were wrapped up in the net so he couldn't claw his way out. Suddenly a mouse walked by. The mouse began to gnaw on the net and within moments the lion was free. The lion thanked the mouse for his act of kindness. After all it saved his life. Simple things can make a bitter difference in the lives of others. This paragraph could be a part of a tale. يعني حكاية. كل الكلام ده عبارة عن ايه؟ عن حكاية. ما هوش comparison تناقض، ولا هو process essay اللي هو بنسميه expository essay،
او الـ explanatory essay او how to essay، كل دي من ايه؟ من معاني process essay. والجراف اللي هو رسم بياني او رسم توضيحي برضو غلط. هو بيحكي عن قصة الـ الاسد اللي سقطت عليه شبكة الصياد، وبعدين جه الفقر انقذه وقرض له الايه الشبكة بتاعته. الفعل ده هو no، ما بنطقش الجي، معناه يقرض او يقضم. وكلمة low claw out، claw دي بتيجي اسم معناها مخلب، وclaw out يعني يحاول ان هو يخرج نفسه بالمخالب بتاعته. المهم هي قصة الايه الاسد والفار. رقم 22، now there are nearly 2 million alligators in the United States. The underlined word is a نقط. كلمة nearly ده هي تعتبر ايه؟ تعتبر حاجة اسمها adverb of degree، من ظروف الدرجة، مش ظرف مكان ولا ظرف زمان ولا ظرف كيفية او حال. هنقرأ بس المسألة الاخيرة ده كمان وهوريك انواع الظروف المختلفة. رقم 23، identify the sentence that contains an adverb. تعال نشوف الجملة اللي فيها ظرف. الجملة اللي فيها ظرف اهو اللي هو الظرف كلمة quickly، وده من ظروف ايه؟ من ظروف المانر، adverb of manner اللي هي كانت موجودة فوق دي، ده اسمه adverb of manner، من ظروف الكيفية او الحال. يبقى الاجابة هتكون letter C، the operation was difficult لحد اخر الجملة. تعال بقى نشوف انواع الظروف المختلفة مع بعض. لو بصيت معايا بقى دلوقتي على العنوان adverbs of English، الظروف في اللغة الإنجليزية، هتلاقي عندك ايه؟ هتلاقي عندك 9 انواع، هي اكثر الانواع استخداما في الظروف. adverbs of place اللي هو ظروف المكان، و adverbs of time ظروف الزمان، و adverbs of degree ظروف الدرجة اللي احنا اخترنا منها كلمة nearly اللي كانت جاية عندنا في السؤال. ظروف المكان بيجي منها زي كلمة there و here و away و out و far away و nearby و upstairs. مش هي دي الظروف المكان لوحدها، ده دي بس أمثلة عليها، لكن هي كتيرة جدا. adverbs of time عندك كلمة already، كلمة later، soon، yet، then، now، tonight. أمثلة على ال adverbs of degree: a little، really، totally، nearly اللي احنا لسه حللنا عليها مسألة، partly، enough، hardly. عندك كمان أنواع تانية من ظروف الدرجة. عندك مثلا adverbs frequency adverb اللي هي ظروف التكرار، وعندك adverbs of manner ظروف الكيفية أو الحال، وعندك linking adverbs ظروف الوصل اللي هي بتوصل بين جملتين وبعض، زي اللي هي بتاعت التناقض زي however و in addition و moreover بتاعت الإضافة و besides، دي اسمها linking adverbs. و adverb of manner زي will، badly، quietly، carefully، sloppy، fast، easily. و frequency اللي هي بتاعت ظروف التكرار زي never و already و often و usually، sometimes، rarely، hardly. اخر بقى 3 انواع عندك، عندك sentence adverb ظروف الايه الجمله اللي هي بتشير او بتوصف جمله كامله، زي actually، clearly، ironically، wisely، strangely، seriously، hopefully. وعندك irregular adverbs اللي هي ظروف غير منتظمه، زي كلمه hard، well، daily، straight، early، late، fast. وعندك اخر حاجه adverbs of evaluation ظروف التقييم، زي كلمة apparently، definitely، frankly، fortunately، honestly، bravely، carelessly. دي انواع مختلفة للظروف اللي انت ممكن تقابلها في الانجليش. كل اللي موجود ده مجرد امثلة لا اكثر، يعني مش هي دي كل الظروف الموجودة في الانجليزي، وإلا فالظروف عددها يمكن لا يحصى في الانجليزي. رقم 24، the bewildered tourist was lost. The underlined words represent a or a not. طبعا مفيش اصلا خط عندك، فواضح ان في خطأ في السؤال. فالسؤال هيكون على كلمة the bewildered tourist، مفروض يبقى فيه هنا خط، ودي هتبقى اسمها noun phrase، عبارة اسمية. ولو كان في خط تحت was lost كنا هنختار verb phrase. طبعا الجملة مفيش فيها adverb phrase ولا فيها gerund phrase. عايزين نجيب مثال على gerund phrase. لو قلت على سبيل المثال الجملة دي: walking in the rain can be difficult، يعني المشي في المطر يمكن أن يكون صعبا. هنا walking in the rain دي اسمها gerund
phrase. بعد كده لو عايزين نجيب مثال على adverb phrase، لو قلت على سبيل المثال الجملة دي، علي will sit in silence. in silence دي adverb phrase بتوصف الفعل sit. الجملة معناها ان علي سوف يجلس في هدوء او في صمت، في صمت او في هدوء بتوصف sit، يبقى دي adverb phrase. وممكن تستخدم برضو quietly اللي معناها بهدوء، برضو تعتبر adverb phrase. ممكن برضو مثال اخر لو قلت I will do it in a minute، سوف اقوم بها او سوف افعلها، المهمة يعني in a minute، خلال دقيقة، دي برضو adverb phrase بتوصف الفعل do. برضو لو قلت على سبيل المثال اللي هي الصفات اللي بكون اخرها ال y، لو قلت على سبيل المثال الجملة دي he talks in a friendly manner، هو بيتحدث بأسلوب ودود، كلمة in a friendly manner دي برضو adverb phrase، وهكذا. كلمة bewilder بقى ايه؟ يعني ايه كلمة bewilder دي؟ او يعني معنى الجملة، معناها السائح المحتار تاه فقد. كلمة bewilder دي صفة معناها محتار، بتاخده من فعل اسمه bewilder اللي معناه يحير. والصفة في تانية، صفة تانية اسمها bewildering معناها محير، شبه كده بالظبط كلمة confusing و confuse و confused. والنون منها بقى كلمة اسمها bewilderment بالمرة، bewilderment دي معناها الحيرة والذهول. رقم 25 knowing what I know now I wish I had never come here. طبعا لسه قايلين اهو ان حاجة بدأ بفيرب انرجي بالشكل زي walking، دي اسمها ايه يا جماعة؟ اسمها gerund phrase. طب انا هنا هو ما جابليش gerund phrase، الفيرب اي ان جي ده اسمه present participle. انت كل حاجة اللي طلبوا حافظينها اللي هو الباست participle اللي هو التصريف الثالث، الباست participle اللي هو التصريف الثالث ده كلكم عارفين. امال ايه بقى present participle؟ present participle ده اللي هو الفيرب اي ان جي، او اللي احنا بنقول عليه اسمه gerund، ده اسمه برضو present participle. رقم 26 The Japanese love to eat raw fish. طبعا هو بيقول لك الكلمة اللي تحتها خط اللي هي كلمة The Japanese بتشير إلى هو مين يا جماعة اللي ممكن يأكل؟ هل اللغة هتأكل؟ هل الجنسية هتأكل؟ هل الطعام هيأكل؟ طبعا لا، اللي هيأكل هم people اللي هم الناس أو الشعب، وده الاختيار الصحيح. لما بيقول اليابانيون يحبون أن يأكلوا السمك الني، هنا يقصد بكلمة الجابانيز يقصد بها الشعب الياباني. المسألة اللي بعدها رقم 27 ساو باولو is the largest city in Brazil and the second largest city in South America. This part of our annual essay. طبعا ده جزء من الـ expository essay أو الـ explanatory essay اللي هي أحد أسماءه برضو، اللي هو المقال التفسيري أو الشرحي اللي بيشرح حاجة. هو هنا بيتكلم عن مدينة ساو باولو واللي هي موجودة في البرازيل. ما هوش ناراتيف روائي، ولا هو أرجمنتاتيف جدلي، ولا هو برسواسيف إقناعي. رقم 28 Now however most anthropologists agree that romantic love has probably always existed among humans. This is part of a paragraph about love. يعني الجملة معناها الآن على الرغم من ذلك معظم علماء الإنسان في علم اسمه anthropology اللي هو ده علم الإنسان المتخصص في حياة الإنسان منذ بدء وجوده على الأرض لحد اللحظة اللي احنا فيها، بيقول معظم علماء الإنسان يتفقون أن الحب الرومانسي has probably always existed، وجد بين البشر أو موجود بين البشر. يبقى هو بيستشهد بناس من طائفة من علم معين، علماء على وجود حاجة معينة. إيه الحاجة المعينة اللي هو بيستشهد على وجودها؟ الرومانتيك لاف. يبقى غالبا هو بيتكلم عن الرومانتيك لاف أو اللاف، مش بيتكلم عن الإنسانية اللي هي الهيومانيتي، ولا علم الإنسان، ولا الإكزيستنس اللي هو معناها الوجود. رقم 29 Choose the pattern with the format verb determiner noun past participle. أول حاجة عاوزها عندك الverb، يبقى دي غلط. تاني حاجة عاوزها عندك determiner، يبقى دي غلط، لأن ريبيرد ده فعل مش determiner. فضل عندك قال لك عايز بعد كده noun وبعدين past participle.
هنا في ناون وهنا في ناون. الباست بارسيبل تصريف التالت اللي هو ليتر ايه، يبقى كده تمام. وده مسموش باست بارسيبل، قلنا اسمه بريزنت بارسيبل. وكلمة هيز اللي هي من صفات الملكية تعتبر ديترمينر، وانا شرحت الديترمينر او جبت امثلة كتير عليها جدا في الحلقة اللي فاتت في الجنرال اكزام اللي هو كان بتاع دور يونيو بتهيألي. رقم 30 select the expanded noun phrase، اختار العبارة الاسمية المنطوطة او الممتدة. طبعا انت عندك دي noun phrase اللي هي the monkey، دي noun phrase بس simple noun phrase، عبارة اسمية بسيطة. وديا برضو يمكن ان تعتبر expanded noun phrase، لان expanded noun phrase هي عبارة عن noun phrase فيها على الاقل صفة واحدة بتوصف الاسم. انت عندك الاسم اهو اللي هو النون، مجرد وجود صفة معاه، يعني الارقام تعتبر من الصفات، وجود صفة معاه دي تعتبر ايه expanded noun، بس هي مش اكبر حاجة عندك. وثري بويسترس مونكيز، كلمة بويسترس دي صفة معناها صاخب، انت عارف معروف عن القرود انها دايما بتبطلش صريخ ودوشة، فبويسترس صفة معناها صاخب. ثلاث قرود صاخبة. الاكسباندد نون فريز افضل مثال ليه هيكون ليتر سي اللي هي some monkeys in the trees. هضرب لك مثال عشان اوضح لك المسألة. لو قلت على سبيل المثال a teacher، a teacher دي ايه؟ دي نون بسيطة، نون اسم. طب لو قلت أماث تيتشر، مدرس رياضيات، كده بقت ايه؟ كده بقت noun phrase. طب لو قلت على سبيل المثال a helpful friendly math teacher، كده بقت ايه؟ كده بقت expanded noun phrase. انت بقى عندك اكتر من صفة بتوصف بيها الماث تيتشر. طب احنا عايزين نكبرها كمان، نمطها كمان، هنعمل لها بقى مط من قبل الاسم ومن بعد الاسم، حاجة بالشكل ده. لو قلنا على سبيل المثال بقى الشكل ده a helpful friendly math teacher with a fluffy mustache. يعني ايه؟ يعني مدرس رياضيات ودود متعاون ذو شنب منفوش، فلافي عامل زي شنب اللي هو بتاع اينشتاين كده. فانت هنا عملت موديفيكيشن للتيتشر اللي هو الاسم، وصفته بحاجات قبل منه، وصفته بحاجات كمان بعد منه، فانت كده عملت تمطيط ومد للايه الوصف بتاع الكلمة. طبعا احنا اخترنا اجابة كلمة ايه some monkeys in the tree، هي هنا موصوفة بالdeterminer اللي هو كلمة some، يبقى انت موصوف قبل منها، وكمان in the tree اللي هي prepositional phrase ادي وصف بعد منها، وادي الاسم فين في النص، موصوف بوصف قبل منه وموصوف بوصف بعد منه. هننتقل بعد كده لاجابات القطعة بتاعة الريدينج. نمبر 1 اجابتها ايه، نمبر 2 اجابتها دي، ونمبر 3 اجابتها ايه، نمبر 4 اجابتها بي، نمبر 5 اجابتها سي، ونمبر 6 اجابتها اي، نمبر 7 اجابتها بي، ونمبر 8 اجابتها بي. نمبر 1 اجابتها اي، نمبر 2 اجابتها دي، نمبر 3 اجابتها بي، ونمبر 4 اجابتها بي. نمبر 5 اجابتها دي، ونمبر 6 اجابتها بي، ونمبر 7 اجابتها بي، ونمبر 8 اجابتها اي. بالنسبة لسؤال الترجمة، أول جملة A civilized society should treat its elderly members، إجابتها ليتر حرف الألف، المجتمع المتحضر ينبغي عليه أن يعامل كبار السن. الأخطاء اللي موجودة عندك في حرف الب الأعضاء القدامى، هو قال elderly members اللي هم كبار السن. يجب على ليتر حرف الجيم الأخطاء اللي فيها في كلمة يعالج، هي المفروض كلمة treat هنا معناها يعامل مش يعالج. وحرف الدال الخطأ اللي فيها في كلمة صغار السن، هو قلنا كبار السن. رقم 2 one of the current reform programs is to stimulate، لاخر الجمله اجابتها حرف الالف، احد برامج الاصلاح الحاليه. الاخطاء اللي موجوده عندك في احد برامج التغيير، عايزين برامج الاصلاح، كلمه reform. جيم الاخطاء في كلمه زياده الاستثمار، وقال تحفيز الاستمرار كلمه stimulate مش زياده. وليتر حرف الدال وجود كلمه المجال اللي موجوده دي ودي، كل ده غلط. احنا كلمه المجال معناها field،
لكن هو في الجملة قال كلمة سيكتور اللي معناها القطاع. رقم 3، يرتكب البعض خطأ كبيرا ببحثهم. إجابتها حرف الـ A. Some people make a big mistake by looking. الأخطاء اللي موجودة عندك looking up، قلنا look up معناها يبحث عن معلومة في مرجع أو يبحث عن كلمة في القاموس. عايزين look for اللي معناها يبحث عن. letter C، الخطأ في كلمة made اللي معمولة فعل ماضي، هو مستخدم فعل مضارع يرتكب. وليتر دي، الخطأ اللي فيها في كلمة big mistake مش موجود فيها أداة التنكير a، لأن كلمة mistake اسم معدود مفرد فلازم يتحط قبل منه a بالشكل ده زي ما هي موجودة في باقي الجمل. رقم 4 وآخر حاجة عندنا، إنها مسؤولية الوالدين أن يقوموا بتنوير الشباب. إجابتها letter B. It's parents' responsibility to make the youth aware. الأخطاء اللي موجودة عندك في حرف الـ A كلمة unaware، طبعا ده عكس aware. aware of معناها مدرك لي أو واعي لي، إنما unaware معناها غير مدرك اللي هو العكس بتاعها. ونفس الخطأ موجود في letter D برضو، مستخدم الصفة unaware يبقى دي كمان غلط. وليتر C مستخدم كلمة irresponsibility اللي معناها عدم الشعور بالمسؤولية، واحنا عايزين كلمة responsibility اللي معناها المسؤولية. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تبخلش عليه ضغط اللايك. اتمنى لكم جميعا التوفيق. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.